دابا ندوزو للتصحيح ديال التمرين الثالث. هو الدورة العادية 2009 علوم فيزيائية. دونك قالك هاي الموجة المدروسة الطولية المستعرضة، بما أن الموجة الطولة يعني موجات جسد البحر، لأن هي موجات مستعرضة لأن اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار. وحسب السرعة في عندنا في المعطيات تحديث الرياح في أعالي الجبال الموازنة في أعالي البحار الموازنة. المهم كمعطى قالوا لك عندها الدور، هذا قال لك المسافة الفاصلة بين ذروتين. فاش كنسمعوا ذروتين يعني ما بين القمة والقمة، إذا بيناتهم واحد المسافة دي، هذه دابا كتمثل هي لامدا طول الموجة، لاحظت هي 10 متر بار سكون. السؤال الثالث بحسب التأخر، تعبير طول التأخر الزمني بالنسبة للإنسان. دونك عندنا في كتساوي اس ام على طو، ولا شفنا اس ام هي جوج لامدا على طو، الى لا بغينا طو هي جوج لامدا على في هي 14 سكون، صح؟ هي بين مننا حيت ما بين اس و ام عندي جوج لامدا، ها لامدا الاولى ها لامدا الثانية. قارن حركة اهتزاز ام و اس، نشدو المسافة اس ام نقسم على لامدا. بطبيعة الحال عندنا أن اس ام فيها جوج لامدات، إذا اس و ام تهتزان على توافق في الطول. قال لك تصل الأمواج إلى بوابة عرضها 60 متر. نقارن عرض الشق مع طول الموجة، بما أن أ صار من لامدا إذا ستحدث ظاهرة الحيوية اللي غادي تكون على شكل أنصاف دوائر. ونزول صحيح ديال التمرين.